من شاب زج فيه بالمعركة بشكل مفاجئ إلى قائد جماعة إرهابية تتمدد قرب بحر العرب، ذراع إيران الأولى في اليمن، والشاب الطامح لمد نفوذها أكثر، رجل لم يلفت أنظار أحد حتى سيطر على صنعاء وغيرها، لم يدرس أبدا في مدرسة، وكان والده هو مدرسه ومعلمه، من الصفوف الأخيرة إلى قيادة الجماعة. عبد الملك الحوثي، مرشد إيران الأعلى في اليمن. لعائلة دينية شيعية، ولد عبد الملك الحوثي عام 1979، وذلك في مدينة صعدة اليمنية، ليكون أصغر إخوته الثمانية، وعاش في طفولته بين منطقة مران وجمع بني فاضل، ليكبر تحت أنظار والده وهو بدر الدين الحوثي، الأب الروحي لجماعة الحوثي في اليمن، ومن المراجع الفقهية للمذهب الزيدي فيها، قبل أن يتحول للمذهب الجارودي الأقرب للإثني عشرية. في صغره رافق عبد الملك والده في أهم الرحلات في حياته، والتي سترسم له خط سير مختلف عن أسلافه، وهي رحلة النفي إلى إيران، حيث انتقل مع والده إلى هناك عام 1994، وبقي فيها لفترة مطولة عقب نفي والده من قبل السلطات اليمنية، رحلة حملت تغييرا في مذهب والده والجماعة، وعلاقة وثيقة مع طهران كانت هي مفتاح دخول الخميني إلى اليمن عبر بوابة جماعة الحوثي. القائد الجاهل. رغم خطاباته الرنانة وصوره التي يرفعها أنصاره، إضافة لمنح نفسه لقب سياسي، لكن عبد الملك الحوثي في الحقيقة لم يتلقى أي تعليم نظامي، فقد عاش طفولته في مناطق ريفية نائية لم يتوفر فيها التعليم الحكومي، فتعلم القراءة والكتابة على يد والده الذي بدوره علمه العلوم الدينية. وذكرت مصادر عدة أن والده كثف من تدريسه له، وخصص له منهجا دراسيا خاصا عندما وصل لسن 13، لتجهيزه لقيادة الجماعة يوما ما خلفا لأخيه. حارس أخيه. في منتصف تسعينات القرن الماضي انتقل الحوثي من صعدة إلى صنعاء ليعيش قرب أخيه الأكبر حسين الحوثي، وهو مؤسس جماعة الشباب المؤمن التي غيرت اسمها فيما بعد لتكون جماعة أنصار الله. مع انتقاله قرب أخيه تأثر عبد الملك بحسين كثيرا، ويقول مقربون منه أنه اعتبره الأب الروحي والقدوة له، وخلال تلك السنوات كان الحارس الشخصي الخاص به، وذلك حال عمله كعضو في البرلمان اليمني عن حزب الحق. ورغم تقربه من أخيه بشدة، لكنه تمكن من الاندماج في ثقافة المدن، وتعمق في الانتماءات الحزبية والسياسية، ما مكنه من توسيع نظرته للواقع في اليمن. وجاءت اللحظة الحاسمة في 10 سبتمبر عام 2004، عندما قتل أخيه حسين في معركة بين جماعته والقوات اليمنية. وهنا صعد اسم عبد الملك للواجهة بقوة، حيث رشحه والده لخلافة أخيه في قيادة الجماعة، وهو الأمر الذي نفذ على الفور، على الرغم من حدوث خلاف كبير داخل الجماعة، كون عبد الملك صغير السن ولا يتمتع بالخبرة الكافية لقيادة الجماعة، حيث رأت أغلب القيادات حينها أن عبد الله الرزامي أحق بالقيادة منه. لكن في النهاية وقع الاختيار على صغير الأب الروحي للجماعة، وفرض عليهم ليكون القائد الأول دون جدال. الصغير المشاغب. منذ توليه قيادة الجماعة عام 2004، دخل الحوثي في معارك عدة بمواجهة القوات اليمنية امتدت لستة أعوام، وجاءت في فترات متقطعة، وكلها كانت حول المقر الرئيسي لتلك الجماعة، وذلك في محافظة صعدة شمال اليمن. كما دخل في معركة ضد الجيش السعودي عام 2010، بعدما توغلت عناصره داخل الأراضي السعودية قبل أن تطردهم قوات المملكة منها. عام 2005 كان عام توسع الجماعة على يد عبد الملك، فزياراته مع أبيه لإيران عادت بفوائدها حينها، حيث بدأت طهران بتقديم المساعدة عسكريا ولوجستيا
ووجهت له الحكومة اليمنية حينها تهم بإنشاء تنظيم مسلح يشابه تنظيم حزب الله الشيعي في لبنان، وهو الأمر الذي أدى لاستمرار المواجهات بين الطرفين. وفي عام 2009 خرجت أحاديث عن مقتل عبد الملك الحوثي، وذلك في غارة جوية يمنية استهدفت مخبأه في صعدة، لكنه سرعان ما ظهر في فيديو مصور لينفي تلك الشائعة. ومرت السنين سريعا ليأتي الوقت ليعود الحوثي للواجهة من جديد. نصر الله مكرم. منذ توليه قيادة الجماعة دأب عبد الملك على الظهور في خطابات ارتجالية دائما ما يبدأها بشعارات الموت لإسرائيل ودعم القضية الفلسطينية، وفي ذات الوقت مهاجمة أمريكا ووصفها بالشيطان الأكبر، وذلك على غرار حسن نصر الله في لبنان، إضافة لدعواته المتكررة لإعطاء الزيديين حقوقهم على حد وصفه، لكنه نادرا ما تطرق للجانب السياسي في خطاباته، وهو الأمر الذي اختلف تماما بعد ثورة عام 2011. إلى الواجهة. عقب اندلاع ثورة فبراير في اليمن عام 2011 ونجاحها بإجبار الرئيس السابق علي عبد الله صالح على الاستقالة والموافقة على بنود المبادرة الخليجية، ظهر اسم عبد الملك الحوثي للواجهة من جديد، وتلك المرة كوجه سياسي عن الحوثيين، حيث دخل في الحوار الوطني اليمني نيابة عنهم وغير اسم الجماعة إلى جماعة أنصار الله، ليعطي لنفسه ولجماعته لباس جديد بعيدا عن المعارك الكثيرة ضد القوات اليمنية. ورغم تشكيل حكومة جديدة وتنصيب عبد ربه منصور هادي رئيسا للبلاد، إلا أن الحوثي لم يكتفي بالمشاركة فقط، وبدأت تظهر ملامح نيته السيطرة على الحكم عبر خطاباته ضد الحكومة وبعض الجهات السياسية. تلك الخطابات والشعارات سرعان ما تحولت لعمل عسكري، ففي منتصف عام 2014 دخلت قواته بمواجهات عنيفة مع الجيش اليمني، وتمكنت من إحكام السيطرة على محافظة عمران، وبدأ بدعوة الناس للتظاهر ضد الحكومة وللإضراب المدني بالتزامن مع استهدافه للقوات اليمنية هو وجماعته، وتحول بيوم وليلة من السياسي الشاب إلى الإرهابي الأول في اليمن، وهدد باقتحام العاصمة صنعاء إذ لم تقدم الحكومة استقالتها، بالتزامن مع تقدم ميليشياته في المحافظات الشمالية. وبعد أسابيع من المواجهات والتهديدات اقتحمت ميليشيا الحوثي بقيادته العاصمة صنعاء في سبتمبر من عام 2014 لتسيطر على مفاصل الدولة بالكامل، وظهر عبد الملك عبر التلفزيون الرسمي ليتحدث للشعب اليمني عن انتصار وصفه بالتاريخي، معلنا بذلك إحكام قبضته على اليمن. إرهابي إيران. سيطرته على مناطق واسعة من اليمن أكدت تمدد إيران فيها ودعمها المباشر له، وهو الأمر الذي دفع الرئيس عبد ربه للاستقالة قبل أن يعود لمنصبه بعد الوصول لمدينة عدن عام 2015 ليعلن رفضه للانقلاب الحوثي على الشرعية. ومن هنا انطلق التحالف العربي لمواجهة ميليشيا الحوثي ووضع اسم عبد الملك الحوثي على القائمة السوداء للولايات المتحدة وعلى قوائم الإرهاب في المملكة العربية السعودية، مع تصنيف جماعته في عدد من الدول على أنها جماعة إرهابية في اليمن، لتبدأ الحرب الطويلة ضد الحوثي وميليشياته التي لم تنتهي حتى اليوم، ويستمر معها عبد الملك الحوثي بالظهور بخطاباته الرنانة لينادي بالموت لأمريكا وإسرائيل، وينتقد السعودية والحكومة الشرعية في اليمن بعدما نفذ انقلابه الذي خطط له لسنوات وتحول من مرافق أخيه إلى الزعيم الإرهابي الملاحق دولياً.